التعاونيات النسائية ليست فقط مشروعاً مدراً للدخل بالنسبة للعديد من المغربيات، بل هي لكثيرات منهن فرصة لتحقيق حلم أعاقه ضيق ذات اليد وانسداد الأفق في بعض المرات. النسيج الاقتصادي الوطني يعطي مساحة مهمة لهذه المبادرات النسائية، فهذه المشاريع استطاعت على مدى سنوات أن تحتل مكانة وازنة، بل وأصبح لها دور اجتماعي واقتصادي لا يستهان به باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. المعطيات الرسمية لوزارة الصحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للعام 2022 تؤكد بأن التعاونيات النسائية عرفت تطوراً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، إذ وصلت إلى أزيد من 6000 تعاونية. وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن هذه المبادرات تضم أكثر من 65,000 منخرطة، وأصبحت بذلك تمثل نسبة 15% من مجموع التعاونيات بالمغرب. والسنوات الخمس الأخيرة التي تلت إصدار القانون المتعلق بالتعاونيات عرفت إنشاء قرابة 4000 تعاونية نسائية بمعدل 800 تعاونية في السنة الواحدة، تهم مجالات متعددة من بينها الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية والتجميلية وكذلك السياحة.